مشاركات مع المؤسسات الدولية تقدم به السيدات والسادة النواب أعضاء فرق ومجموعة الأغلبية. كلمة لأحد النواب. سيد رئيس الحكومة، السيدات والسادة الوزراء، السيدات والسادة النواب، بداية شهر مبارك سعيد، وخاصة الأشهر الأواخر، العشر الأواخر، وأحمد الله العشر الأواخر سيد الرئيس، وأحمد الله لي ولكم نعمة بلوغها. بالمناسبة نهنئ الحكومة على الدبلوماسية المغربية وكذلك البرلمان على تتميم مسطرة المصادقة على الاتفاقيات، بحيث أن تم المصادقة على جميع الاتفاقيات التي كانت تتراكم بين البرلمان والحكومة. سيد الرئيس، لقد حصل المغرب كأول بلد عربي وإفريقي من خارج المجموعة الأوروبية على صفة شريك من أجل الديمقراطية مع مجلس أوروبا في يونيو 2011، إضافة إلى توقيعه في وضع متقدم. انتهى الوقت، بقيتي في العشر الأواخر، خليك في العشر الأواخر. العشر الأواخر ما تحسبهاش سيد الرئيس، انتهى الوقت. وما تحسبش. لا انتهى الوقت، انتهى الوقت. يلا اطرح السؤال بسرعة. قال سيد رئيس الحكومة عن حصيلة هذه الشراكات التي توجد أشغال ثنائية عليا مع عدد من الدول الشقيقة، وما هي حصيلة هذه الشراكة مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية؟ شكرا سيد نائب. الكلمة للسيد رئيس الحكومة للجواب على السؤال والتعقيب في حدود 21 دقيقة و40 ثانية. سيد الرئيس، السيدات والسادة النواب المحترمين، أود أن أشكر فرق الأغلبية على اختيار هذا الموضوع الذي يكتسي رهينية خاصة في إطار الزخم الإيجابي الذي تعرفه علاقة التعاون الدولي التي تنسجها بلادنا شمالا وجنوبا، والمبادرات النوعية التي يقودها جلالة الملك حفظه الله لتعزيز مكانته ودور المغرب إقليميا وجهويا ودوليا. ولا يخفى عليكم أن المغرب سلك دوما سياسة بني على الانفتاح على محيطه وإرساء علاقات تعاون مثمرة، مستفيدا من موقعه الجغرافي المتميز ومنسجما مع تاريخه المجيد وحضارته وقيمه العريقة المبنية على تلاقح الحضارات والتسامح والانفتاح. وقد تعزز هذا التوجه من خلال نهج سياسة الانفتاح الاقتصادي التدريجي، مما مكن المغرب من إبرام اتفاقيات للشراكة والتبادل الحر مع مجموعة من البلدان، ومن تكثيف شبكة الشراكات مع المؤسسات الدولية. وتندرج هذه الشبكة من العلاقات في إطار المبادرات وسياسة التعاون التي يقودها جلالة الملك أعزه الله مع مختلف الدول الشقيقة والصديقة، من أجل تعزيز الاستفادة من الفرص التي يتيحها موقعنا المتميز وعمقنا الإفريقي ومحيطنا العربي، وخاصة دول مجلس التعاون الخليجي الشقيقة، ووضعنا المتقدم مع الاتحاد الأوروبي، وعلاقاتنا المتميزة مع بلدانه، وشراكتنا الاستراتيجية مع الولايات المتحدة الأمريكية، وكذا اتفاقية الشراكة والتعاون المبرمة مع باقي شركائنا. وأريد أن أشير هنا إلى أن إطارتي لاسم جلالة الملك أكثر من مرة هو عن جدارة واستحقاق، باعتبار أن الدولة سياساتها الخارجية تخضع أولا لتوجيهات ملوكنا، والحمد لله أنه يعني فيها الاستمرارية. هذا الشيء راه من محمد الخامس رحمه الله والحسن الثاني، وأنتم إن لم تبعين معنا هذا الشيء راكم، ومحمد السادس حفظه الله ونصره. والجواب على سؤالكم، أتوقف عند حصيلة بعض اللجان المشتركة العليا التي عقدناها مؤخرا، وعلاقات الشراكة الجديدة بين بلادنا ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية. لقد عقد المغرب في الآونة الأخيرة 4 لجان مشتركة عليا مع كل من البرتغال في 22 أبريل 2015، وفرنسا في 28 مايو 2015، وإسبانيا في 5 يونيو 2015، وتونس في 12 يونيو 2015 بالعاصمة.
وتعتبر هذه الاجتماعات الرفيعة المستوى استمرارية لعلاقة ثنائية متينة مع هذه الدول. راه الدول اللي مشينا لها تيقول لك راه علاقة الدول ديالنا، بريطانيا كتكلم على 800 عام، الولايات المتحدة كتكلم على أكثر من 200 عام، فرنسا إلى آخره، تؤطرها معاهدات الصداقة والتعاون وحسن الجوار التي تجمع المغرب بهذه الدول، كما تشكل فرصة سانحة لتعزيز علاقات التعاون السياسي والاقتصادي والثقافي لإغناء الإطار القانوني الثنائي وإطلاق مبادرات جديدة للتعاون في مختلف المجالات. وكما لا يخفى عليكم فإن هذه الدول تحظى بأهمية كبرى في السياسة الخارجية للمملكة، وتربطنا بها شراكات شاملة واستراتيجية بالنظر إلى قوة الروابط الاقتصادية والتجارية وعمليات الاستثمار، وكذلك بالنظر إلى البعد الإنساني، حيث يقطن بهذه الدول وخاصة بفرنسا وإسبانيا أكثر من 2 مليون مغربي. وتندرج الشراكات مع الدول الأوروبية الثلاثة في إطار تقوية وتعزيز علاقة المغرب مع الاتحاد الأوروبي الذي تربطنا به شراكة وضع متقدم منذ 2008. السيد رئيس، لقد توجت هذه اللقاءات الرفيعة المستوى بإصدار بيانات ختامية مشتركة بين المغرب وكل واحد من هذه الدول، تضمنت إشادة هذه الدول بالدور الريادي للمملكة المغربية في المنطقة وبدينامية الانفتاح، بحيث راه اللي كنمشيو لتما الحمد لله هذاك الشيء اللي كنسمعوا على بلادنا كيكون شوية الأمل، اللي كنجيو لهنايا عاوتاني هضرة أخرى. وكذا بالدور المحوري الذي تطلع به بلادنا على المستوى الجهوي داخل الاتحاد المتوسط، كما نوهت هذه الدول بالنموذج الديمقراطي المغربي المتميز تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس حفظه الله، وأشادت بالمقاربة المغربية الرائدة في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، وبالدور الريادي للمغرب في محاربة الغلو والتطرف من خلال مقاربة شاملة وفي سياق يعزز الإسلام الوسطي السمح المتشبع بقيم الاعتدال والتسامح. وبهذا الخصوص أشادت هذه الدول بالنموذج الديني المعتدل للمملكة المغربية وبرغبة بعضها في الاستفادة من التجربة المغربية الناجحة في تكوين الأئمة والوعاظ. وبخصوص القضية الوطنية، عبرت هذه الدول عن مواقف إيجابية تمثلت في الدعم الصريح لمشروع الحكم الذاتي، واصفة إياه بالجد والواقع وذو المصداقية. كما أكدت هذه الدول على دعمها لجهود الأمم المتحدة، مؤكدة بكون هذا النزاع له أثر سلبي على الأمن والاستقرار في المنطقة ويعطل جهود التنمية والاندماج في المغرب العربي. وفيما يتعلق بالجالية المغربية المقيمة بهذه البلدان، ركز المغرب على حقوق ومكتسبات هذه الجالية وحمايتها من الإسلاموفوبيا والعنصرية. وبهذا الصدد تم التباحث مع نظرائنا الإسبان حول تمكين الجالية المغربية من المشاركة في الانتخابات المحلية في إطار بدأ المعاملة بالمثل، كما تم التباحث مع المسؤولين بفرنسا حول وضعية المغاربة المتقاعدين الراغبين في الاستقرار بالمغرب مع حصولهم على معاشهم كاملا على غرار نظرائهم الفرنسيين، وقد تركنا لهم الموضوع وهم يدرسونه الآن. كما أشادت هذه الدول بسياسة الهجرة الجديدة التي أطلقها المغرب في شتنبر 2013، والتي تميزت بتسوية وضعية الآلاف من المهاجرين غير الشرعيين وإدماجهم في النسيج الاقتصادي والاجتماعي. كما أشادت هذه الدول بمبادرة المغرب احتضان الحوار الليبي، محيين في نفس الوقت دور المملكة المغربية في المساهمة في تحقيق الأمن والاستقرار بالمنطقة. وعلى الصعيد الاقتصادي، فقد توجت هذه اللقاءات الرفيعة المستوى بالتوقيع على أزيد من 38 اتفاقية، من 11 مع البرتغال، 14 مع فرنسا، 6 مع إسبانيا، و8 مع تونس. همت العديد من القطاعات والمجالات الحيوية كالنقل والبنية التحتية والمواصلات واللوجستيك إلى آخره. وبخصوص مجال الطاقة، ركز المغرب مع كل من إسبانيا والبرتغال على أهمية تعزيز المبادلات الطاقية خاصة في مجال الكهرباء والغاز الطبيعي، وذلك من خلال إحداث بنية تحتية للربط الكهربائي والغازي واندماج الأسواق الكهربائية المغربية والأوروبية في أفضل الظروف التقنية والاقتصادية، بحيث يبيعوا لنا ونبيعوا لهم عند الحاجة. وفي المجال الجامعي، وقع المغرب عدد من الاتفاقيات تهم البحث العلمي والأكاديمي والتعاون بين الجامعات والمؤسسات التعليمية بين المغرب وهذه الدول، مما جعل بلدنا يرقى إلى أن يصبح قطبا جامعيا في القارة الإفريقية. كما تم على هامش هذه الاجتماعات الرفيعة المستوى عقد المنتديات الاقتصادية بين المنظمات المهنية لتباحث فرص الشراكة بين الجانبين في مجالات مختلفة كالفلاحة والصناعة الغذائية والسياحة والطاقة والتكنولوجيا والبنية التحتية والتنمية الحضرية. ولو كنتم معنا في ساحل العاج لرأيتم التقدير الذي يحظى به المغرب كبلد فلاحي وكتجربة فلاحية متميزة في الدول الإفريقية عموما وفي ساحل العاج بالخصوص.
وتهديف هذه المنتديات إلى تسويق النموذج التنموي الاقتصادي المغربي، والذي يتميز بنجاعة إصلاحاته الهيكلية والقطاعية الماكرو اقتصادية التي مكنته من أن يصبح اقتصادا تنافسيا صاعدا في المنطقة، مما مكن بلادنا من جلب استثمارات مهمة لكبريات الشركات الأوروبية كما هو الشأن بالنسبة لقطاع الصناعة. ومن جهة أخرى التقت رغبة هذه الدول على العمل سويا مع المغرب للاستثمار والتعاون في مختلف المجالات الاقتصادية والتنموية مع الدول الأفريقية الصديقة والشقيقة، مما يعزز مسار النمو والتقدم بهذه الدول. دابا الأفارقة تيقولوا لنا نصوم دوموندور، هما باغيين المغاربة يجيو ولا كانوا غيجيو معاهم الأوروبيين للاستثمار بواحد العدد ديال المجالات. السيد الرئيس، لقد عمل المغرب دائما على تنمية وتكثيف أواصر التعاون مع المنظمات الدولية، ليس فقط يعني الدول ولكن كذلك المنظمات الدولية، ليس فقط من منطق حاجته إلى قروض وإعانة هذه المؤسسات، ولكن بالنظر أيضا للخبرة التي ركمت هذه المنظمات والتي يمكن للمغرب الاستفادة منها لإنجاح الأوراش الإصلاحية التي يباشرها في مختلف المجالات. ويندرج في هذا السياق التوقيع مؤخرا مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية على برنامج التعاون بين المغرب وهذه المنظمة التي تضم أكثر من 30 دولة متقدمة وصاعدة تجمع بين اعتماد الديمقراطية والتقدم الاقتصادي والاجتماعي. وللتذكير فقد نسجل المغرب منذ أكثر من 10 سنوات علاقات تعزز تدريجيا مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية من خلال التقارب مع لجان المنظمة وهياكلها، وقد أسفر ذلك عن انخراط المغرب في العديد من المبادرات التي أطلقتها المنظمة، خصوصا الإعلان حول الاستثمار الدولي والمقاولات المتعددة الجنسيات سنة 2009، والإعلان حول النزاهة والشفافية في إدارة الأعمال والشؤون المالية الدولية سنة 2012، واتفاقية المساعدة الإدارية المتبادلة في الميدان الضريبي سنة 2013. ويشمل التعاون بين المغرب وهذه المنظمة قطاعات عدة، كما يشارك في لجنة الاستثمار ولجنة السياسة التنمية المجالية ولجنة الحكامة العامة، ويتبوأ مقعدا في اللجنة التنفيذية لمركز التنمية. وجدر الإشارة إلى أن المغرب يترأس منذ 2009 مبادرة المنظمة من أجل التنمية من جانب دول منطقة الشرق العربي وشمال إفريقيا، حيث يضطلع بدور رائد من خلال احتضانه لعدد من أنشطة هذه المبادرة. وقد شهد التعاون المغربي مع هذه المنظمة مؤخرا نقلة نوعية من خلال مشاركة المغرب في برنامج الشراكة المتقدمة الذي فتحته المنظمة المذكورة أمام 3 دول فقط، حيث تم التوقيع مع أمينها العام يوم 15 يونيو الماضي بباريس على البروتوكول المتعلق ببرنامج التعاون بين الطرفين، وهو ثمرة أكثر من سنة ونصف من المشاورات بين القطاعات الحكومية المغربية فيما بينها ومع هذه المنظمة. وصادف أنني شفت التلفزيون كيتكلموا على هذا التوقيع وجابوا واحد التصويرة ديالي ديال لاكارت ناسيونال وقالوا واحد جوج كلمات ودازوا، من الطبيعي ما تكونوا جايبين الأخبار لهذا الشيء كاع. ويتوخى من انضمام المغرب إلى هذا البرنامج الولوج إلى آليات المنظمة لتسريع الإصلاحات في مختلف مجالات السياسات العمومية، وخاصة توسيع وتعزيز الحوار والشراكة، تمكين بلادنا من الاستفادة من قاعدة البيانات والممارسات الجيدة، السماح للمسؤولين المغاربة بالمشاركة في عمل لجان المنظمة، الاطلاع على التحاليل الخاصة بالسياسات العامة، تقديم ومناقشة والتعريف بالإصلاحات التي تقوم بها بلادنا في المحافل الدولية وتمكينها من الإشعاع المناسب، الاستئناس بمعايير عمل هذه المنظمة وبممارساتها الفضلة. هذه المنظمة فيها 34 دولة متقدمة وتخضع للنظام ديال الحكامة يتداولون فيه فيما بينهم. ويهم برنامج التعاون مجالات مختلفة كالاستثمار والتجارة والحكامة والتنمية المجالية والميدان الضريبي والتعليم والإدماج الاجتماعي والتشغيل والسياحة. ويعد المغرب البلد العربي والإفريقي الأول والوحيد الذي تم اختياره للاستفادة من هذا البرنامج، الذي سيبوئه لا محالة مكانة خاصة داخل هذه المنظمة المشهود لها دوليا بجدية دراستها وتقاريرها ونجاعة توصياتها، كما سيجعل هذا البرنامج من المغرب نموذجا للإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية بالنسبة لبلدان الجوار والدول الإفريقية، وسيوفر فضاء للإشعاع الدولي لبلادنا على درب مواصلة مسيرة الإصلاح والتقدم للولوج النهائي والمستحق لنادي الدول الصاعدة، كما بشر بذلك جلالة الملك حفظه الله
الله ولي التوفيق، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا سيد رئيس الحكومة. الآن أفتح باب التعقيبات. الفريق الاستقلالي الوحدة والتعادلية في حدود دقيقة وخمسة واربعين ثانية. سيد النائب محترم. بسم الله الرحمن الرحيم. السيد رئيس الحكومة، وأنتم تقدمون حصيلة الشراكات مع مختلف المؤسسات بما فيها الوضع المتقدم مع أوروبا، كنا نود أن توضحوا لنا في ظل هذه الحصيلة ما هو موقع ملف استرجاع سبتوم ليليا في ظل هذه الحصيلة. هل من ضمانات واضحة والتزامات للحفاظ على حقوق ومكتسبات المغاربة بالمهجر؟ أي تقدم تم تسجيله مع منظمة العمل الدولية والاتحاد الدولي النقابي في مجال الحرية النقابية وضمان الشغل اللائق ومأسسة الحوار الاجتماعي؟ أي حصيلة في مجال حرية الإعلام وحقوق الإنسان لتعزيز مكانة المغرب دوليا في ظل وضعنا المتقدم مع الاتحاد الأوروبي؟ كيف تفسرون تقليص الدعم سنة بعد سنة وهذا الاتحاد الأوروبي غير مكترث بما يقوم به المغرب من دور في ملف الهجرة وكأنه الدركي لأوروبا؟ وأخيرا السيد رئيس الحكومة، ثقة المؤسسات الدولية هي ثقة في استرداد ما اقترضه المغرب منها، أما ما يخص وقع هذه الشراكات على اقتصادنا فيمكن أن أحيلكم السيد رئيس الحكومة وحكومتكم الموقرة لتقارير أربع مؤسسات وطنية: المندوبية السامية للتخطيط، بنك المغرب، المجلس الاقتصادي والاجتماعي، وكذلك المجلس الأعلى للحسابات، التي أكدت بالواضح استفحال البطالة وتراجع النمو وضعف مردودية الاستثمار الأجنبي والعجز الكبير المسجل في اتفاقيات التبادل الحر وكذلك التفاقم المديونية، رغم أن الحكومة استفادت من النائب. انتهى الوقت. الكلمة لفريق العدالة والتنمية في حدود ثلاث دقائق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السيد رئيس مجلس النواب المحترم، السيد رئيس الحكومة المحترم، السيدات والسادة الوزراء، السيدات والسادة النواب، أتدخل باسم فريق العدالة والتنمية لأؤكد مرة أخرى أن علاقة المملكة المغربية مع المؤسسات والهيئات والمنظمات الدولية والجهوية والإقليمية يجب أن تتم في إطار علاقات الشراكة والاحترام التام للقرار السيادي للمغرب والوفاء بالالتزامات والتعهدات مع المنتظم الدولي، وهي بالفعل كذلك. إن هذه المؤسسات التي تعتبر شريكاً أساسياً لبلادنا ما فتئت تؤكد في مختلف التقارير الصادرة عنها على أن المغرب يشكل نموذجاً فريداً من نوعه في منطقة، أقل ما يمكن القول بشأنها أنها تعيش في مناخ يطبعه التوتر، وأن ثقتها في الإصلاحات التي ينهجها المغرب في ظل الاستقرار تنعكس إيجاباً على ثقة الممولين والمستثمرين في بلادنا، ولا أدل على ذلك المشروع الأخير لمجموعة بوجو سيتروين وتوقيع المغرب على بروتوكول اتفاق الخاص ببرنامج التعاون مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية. ويعد المغرب ثالث دولة في العالم كما تفضلتم سيد رئيس الحكومة بعد البيرو وكازاخستان توقع على هذا البرنامج، مما يدل على الثقة التي يحظى بها المغرب لدى هذه المنظمة وعلى مصداقية التزاماته وجهوده الإصلاحية في الميادين الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. السؤال المطروح هنا، هل جاءت هذه الثقة من فراغ أم هو حظ اعترضنا في الطريق؟ قطعا لا، لن نكون عدميين، لن ننظر للأمور بنظارات سوداء، لن نقول لا شيء تحقق، لن نقول هي الصدف فعلت فعلتها، لن نعطف فقط على ما سبق كما يحلو للبعض أن يصف الأمور. هذه الحكومة بالفعل نهجت نهجا سليما قويما، نهجا جديدا تحقق به للمغرب عدد من المكاسب ووضعته في مرتبة مشرفة بين دول تشبهه في كل شيء إلا في الديمقراطية والمسار الإصلاحي والإصلاحات الحقيقية التي ارتضاها المغرب لنفسه، واخترنا ألا نتنازل عنها إطلاقا. وهذا هو السر سيد رئيس الحكومة، سر قوتنا وسر تميزنا وسر نموذجنا. هذا النهج الإصلاحي الإرادي المسؤول والجريء للحكومة
مكن من تعزيز جاذبية الاقتصاد الوطني والثقة في النموذج المغربي، مما ساهم في تنامي الدور الإشعاعي لبلدنا، وعلينا أن نفتخر بذلك وأن نرفع رؤوسنا عالياً لأننا مغاربة مغاربة ونفتخر. على الصعيدين الدولي والإقليمي وتحسن صورته لدى المنظمات الدولية، وفي هذا الإطار نذكر وأنتم أعلم الناس بهذا بالزيارات الملكية الناجحة بكل المقاييس لعدد من الدول الإفريقية في إطار قناعة المغرب في كون التنمية تستوجب توطيد التعاون جنوب جنوب وتقوية الاندماج والتكامل الجهوي والاقتصادي والمالي للقارة. انتهى الوقت. الكلمة لفريق الأصالة والمعاصرة في حدود دقيقة واحدة. دقيقة واحدة. شكرا سيد رئيس، شكرا سيد رئيس الحكومة على العرض. وحنا سيد رئيس الحكومة في فريق الأصالة والمعاصرة مع هذه الشراكات مع المؤسسات الدولية، ونتمن هذه الشراكات مع المؤسسات الدولية، ولأننا نتمن هذه الشراكات كنطلبوا بتفعيل عضويتنا في بعض المؤسسات. للأسف منذ 2013 كان هناك لونيو أفريكان دي ميتواليتي للرئاسة عند المغرب، الكتابة العامة عند المغرب، المقر في المغرب، وللأسف ما كاينش التفعيل ديالها لأن ليس هناك تنسيق ما بين المكونات الحكومية وبين الإدارة المغربية. أنتم سيد رئيس الحكومة المسؤول الأول على هذه الإدارة المغربية وعلى التنسيق الحكومي، لا بد تفعيل جميع المؤسسات اللي حنا أعضاء فيها، خصوصا اليوم المؤسسات اللي في إفريقيا، لأننا كنعتبروا بأننا اليوم المغرب في القارة ديالو هو اللي خصو يكون نموذج في جميع المواضيع أو القضايا اللي كيتفاعل معها مع الدول الاخرين. فلهذا سيد رئيس الحكومه كاين نقاط كثار اللي نقدروا نتكلموا عليهم، للاسف الوقت ما. شكرا شكرا سيد النائب. الكلمه لفريق التجمع الوطني الاحرار في حدود 5 دقائق. سيد الرئيس، سيد رئيس الحكومه، اعتذر اولا للاخوان في حزب التقدم الاشتراكي لانهم هما اللي كانوا خصهم يطرحوا السؤال في دقيقه، وانا اعتقد كنت ندخل 5 دقائق، داكشي علاش بديت بالعشر ديال الوقت. اذا اعتذر للاخوان. اذا السيد الرئيس، لقد قام المغرب بنسج علاقات وثيقه ومتميزه مع العديد من الدول والمنظمات الدوليه، نتج عنها عقد العديد من الاجتماعات رفيعة المستوى مع هذه الدول كتعبير عن استمرارية العلاقات الثنائية المتينة، والتي أصبحت قد تؤطرها معاهدات الصداقة وحسن الجوار والتعاون التي تجمع المملكة المغربية مع مجموعة الدول. في فريق التجمع الوطني الأحرار ننوه بعمل اللجان المشتركة العليا والتي تنعقد بشكل دوري، والتي شكلت فرصة سانحة لإغناء الإطار القانوني الثنائي وأخذ مبادرة جديدة للتعاون الثنائي في كافة القطاعات والمجالات. كما نفتخر ونعتز بنوعية الشراكات الشاملة واستراتيجية التي تربط المغرب بمجموعة من الدول بنظر إلى قوة الروابط الاقتصادية والتجارية وعملية الاستثمار بكيفية أصبحت مع هذه الدول تحظى بأهمية كبيرة في السياسة الخارجية للمملكة المغربية. وهنا نؤكد على العلاقات الاستراتيجية مع بعض الدول كفرنسا، كإسبانيا، كالبرتغال، كتونس، يجب أن تعطى لها أهمية قصوى. ونسعى إلى الحصول إلى المزيد من المواكبة والدعم من طرف هذه الدول لأجل تفعيل أمثل الشراكة والتعاون في أفق الحصول على أوضاع متميزة تتجاوب أكثر مع ما حققه المغرب من منجزات مشهود لها بالنجاعة والفعالية. ولعل إشادة وتنويه العديد من الدول بالدور الريادي للمملكة المغربية في المنطقة المتوسطية وبالدينامية وانفتاح والتطور على كافة المستويات والأصعدة، وكذا بالدور المحوري الذي تطلع به بلادنا على المستوى الأوروبي المتوسطي والأفريقي من خلال التعاون الإيجابي بين المغرب وهذه البلدان، لدليل واضح على المسار الصحيح الذي تنهجه الحكومة. سيد رئيس الحكومة، لابد أن نؤكد على تنشيط آليات تفاعل من أجل تطبيق وتتبع الاتفاقيات الدولية، مثل لجنة الاتفاقيات تتبع الاتفاقية مع الدول الإفريقية برئاسة وزير الخارجية.
ولابد من الإحالة كما قلتم الجولات التي يقوم بها جلالة الملك في إفريقيا، ويجب على الحكومة أن تسير هذه الزيارات وهذه الاتفاقيات لتفعيل هذه الزيارات. صحيح على أنه المغرب أول بلد عربي وإفريقي خارج الدول الإفريقية اللي عنده الوضع المتقدم مع أوروبا، فهنا خصنا نستغلوا هذه الفرصة لأنه ما كيصدقوش علينا. سيد رئيس الحكومة يجب أن نعمل على محاربة الهجرة السرية، محاربة المخدرات. كنعرفوا أنه في إطار العلاقات كاين هذا الإشكال، وكتعلموا التأثير ديالو على الاقتصاد المغربي وعلى الصحة ديال، فيجب هذه الاتفاقية ديال والوضع المتقدم ديال المغرب مع الاتحاد الأوروبي أنه نستغلوه باش لعبوا الدور ديالنا. في الختام لابد من التنويه والإشادة بالنموذج الديمقراطي المغربي الفريد من نوعه في المنطقة، والذي استطاع تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده أن يرقى إلى المصاف إلى الدول الصاعدة، وكذلك تنويه بالمقاربة المغربية الرائدة في الأمن الجهوي والدور الريادي والطلائعي الذي تلعبه المملكة المغربية في محاربة التطرف الديني من خلال وضع مقاربة شاملة تعالج منابع الإرهاب عبر مشاريع اجتماعية واقتصادية في سياق يعزز الإسلام الوسطي المتشبع بقيم التسامح والاعتزال. شكرا. شكرا سيد النائب المحترم. الكلمة للفريق الاشتراكي في حدود دقيقتان وثلاثون ثانية. سيد رئيس الحكومة محترم، المغرب انخرط في شراكة متقدمة مع أوروبا عن طواعية واختيار مع الاتحاد الأوروبي بوضع متقدم ومع مجلس أوروبا كشريك من أجل الديمقراطية. هذا الانخراط هو أولا اعتراف بما قام وبما يقوم به المغرب من إصلاحات في مجالات مختلفة، ولكن هو أيضا التزام بإجراء عدد من الإصلاحات وأهمها ثلاثة. أولا ملائمة التشريعات الوطنية مع المنظومة التشريعية الأوروبية. ثانيا إرساء وتوطيد دولة الحق والقانون وحماية حقوق الإنسان. وثالثا المصادقة على عدد من الاتفاقيات والمعاهدات. ما يلاحظ علينا اليوم، لن أتكلم عن كل الإيجابيات الكثيرة التي يقولها الأوروبيون في حق المغرب، ولكن ما يلاحظ علينا اليوم هو التأخر الكبير في ملائمة تشريعاتنا مع التشريعات الأوروبية، هو الوتيرة البطيئة التي يسري بها هذا العمل. ما يلاحظ علينا اليوم هو عدد من الخروقات التي تهم مسألة حقوق الإنسان. ما يلاحظ علينا أيضا هو عدم المصادقة على عدد من الاتفاقيات. فيما يخص الملائمة التشريعات، تعلمون سيد رئيس الحكومة على أن الحكومة قدمت المخطط التشريعي وقدمت جدولة زمنية، واليوم نلاحظ أن هناك عدد من المشاريع التي لم تنجز في مجال حقوق الإنسان. في مجال حقوق الإنسان أو في مجال حقوق الإنسان تلاحظون السيد الوزير الأول تكرار عدد من الخروقات، بل تعدد عدد من الاعتداءات التي أصبح يتعرض لها المواطنون باسم وصاية من نوع خاص على المغاربة، والتي يجب أن تواجهها الحكومة حتى لا نعطي الانطباع على أن المغرب يدخل في ردة في هذا المجال. شكرا. كلمة للفريق الحركي في حدود أربع دقائق.
بسم الله الرحمن الرحيم. السيد رئيس الحكومة المحترم، السيدات والسادة الوزراء المحترمين، السيدات والسادة النواب المحترمين، نعتبر في الفريق الحركي موضوع الشراكات مع المؤسسات الدولية دورة هينية، خصوصا أن المغرب توج مسار تحالفاته المتميزة مع مجموعة من الدول والمؤسسات الدولية بتموقعه في وضع متقدم مع الاتحاد الأوروبي، وهي الشراكة التي عرفت تطورا كبيرا وبشكل دينامي، ناهيك عن حيازته لثقة العديد من المؤسسات المالية والاقتصادية الدولية. إن الوضع المتقدم هو نوع من التعهد الأوروبي بمواكبة الإصلاحات المغربية، سواء منها السياسية التي تشمل الحريات العامة وحقوق الإنسان وتحسين النظام القضائي، أو الاقتصادية التي تهم الاندماج التدريجي للمغرب في السوق الداخلية للاتحاد الأوروبي بناء على قاعدة الانفتاح والتحرير الاقتصادي. لقد عبر الاتحاد الأوروبي غير ما مر عن رغبته في تعميق علاقاته مع المغرب على كافة الأصعدة، كما أنه يجدد دائما التأكيد على عزمه الانخراط على المدى الطويل إلى جانب المغرب الذي يتميز برؤيته والتزامه في إطار السياسة الأوروبية للجوار، كما أن مجلس الاتحاد الأوروبي الذي يمثل الدول الأعضاء أشاد مؤخرا بالدينامية الإيجابية لعلاقات المغرب الاتحاد الأوروبي والدور الجوهري الذي تطلع به المملكة داخل الفضاء الأورو متوسطي وشراكة إفريقيا الاتحاد الأوروبي. ولم يفوت الاتحاد الأوروبي الإشادة بالإصلاحات التي قام بها المغرب في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وعبر عن ارتياحه للحصيلة الإيجابية لتفعيل الوثيقة المشتركة حول الوضع المتقدم، وكشريك حقيقي جاد ولا محيد عنه انكب المغرب على تنفيذ مخطط العمل الذي تم إقراره من الطرفين في إطار اتفاق الشراكة وخطة عمل الجوار والوثيقة المشتركة حول الوضع المتقدم. إننا نعتبر الوضع الممنوح للمغرب استثنائيا، فعلى الحكومة التركيز بشكل أكبر على إنجاح مدى تطابق مستوى وجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، وكذا على مقاربة تشاورية منتظمة تتميز باعتماد مجموعة من الآليات المؤسسة والهادفة لاستدامة قوة العلاقات الثنائية بين المغرب والاتحاد الأوروبي. فهذه الشراكة المتميزة مدعوة لتحقيق المزيد من التقدم في أفق القمم المقبلة بين المغرب والاتحاد الأوروبي. إن توقيع الحكومة على بروتوكول الاتفاق الخاص ببرنامج التعاون إلى جانب الأمين العام لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصاديين تبين الأهمية التي توليها الحكومة للشراكة الاستراتيجية مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصاديتين كأرضية مشتركة لتبادل أفضل الممارسات والمعايير والتقييمات المتبادلة للسياسات العمومية. فمن شأن البرنامج القطري الذي وقعته المملكة المغربية مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصاديين تعزيز التقارب بين المغرب والمنظمة وتسيير التحاق المغرب بركب الدول الصاعدة، وإذ نتمم كفريق حركي إنجاز برنامج التعاون المذكور والذي سيتم في غضون سنتين، نريد من الحكومة الوقوف على حسن أجراءات هذا البرنامج الذي يتضمن عدة قطاعات، وخاصة وضع نظام لتقييم وتدبير أداء برنامج الإصلاحات بالمغرب، وشكرا. شكرا السيد نائب. كلمة لفريق التقدم الديمقراطي في حدود دقيقتان. السيد الرئيس، السيد رئيس الحكومة، السيدات والسادة الوزراء، السيدات والسادة النواب المحترمين، لقد مكنتنا الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والحقوقية التي قامت بها الحكومة المتعاقبة منذ حوالي 15 سنة من اجتياز الأزمات المتلاحقة التي هزت الاقتصاد العالمي، مما أهل المغرب ليكون وجهة للاستقرار والاستثمار، بل شريكا مفضلا
بالنسبة للعديد من المؤسسات العالمية المؤثرة، وهو ما يجعلنا مقتنعين في فريق التقدم الديمقراطي بضرورة استثماره بشكل جيد من أجل تحسين قراراتنا السيادية والحفاظ على مكانة المغرب كطرف إقليمي أساسي وفاعل. سيد رئيس الحكومة، إن حصول المغرب على مكانة وضع متقدم مع الاتحاد الأوروبي وعلى صفة شريك من أجل الديمقراطية مع مجلس أوروبا وانخراطه في عدة شراكات اقتصادية وسياسية مع أكثر من دولة وتجمع دول، ما هي إلا نماذج على مؤشرات النجاح وزيادة منسوب الثقة في بلادنا، وهو ما نعتز به. سيد الرئيس، وفي المقابل فإن المؤشرات الإيجابية والحصيلة العملية لهذه الشراكات وآثارها الواضحة على الاقتصاد الوطني لا يجب أن تنسينا أهمية إجراء تقييم دوري وموضوعي لكل هذه الشراكات والنتائج المحققة منها، والغاية في تقديرنا يجب أن تنصب على تحسين استقلالية قراراتنا الاستقلالية الوطنية في أفق جيل جديد من الشراكات التي يتعين أن يكون فيها المغرب طرفاً قوياً، والعمل بمنطق رابح رابح، وهو المنطق الذي يجب أن يحكم شراكاتنا المستقبلية حرصاً على المصالح العليا لوطننا وشعبنا. سيدنا انتهى الوقت. الكلمة لمجموعة المجموعة النيابية للتحالف الوسط، ما كاينش. إذا الكلمة للسيد رئيس الحكومة للجواب على التعقيبات فيما تبقى من التوقيت. بسم الله الرحمن الرحيم. السيد الرئيس، انا بعدا كرئيس ديال الحكومه بصفتي كانت راس هاد اللجان العليا المشتركه مع رؤساء الحكومات والوزراء الاوائل ديال الدول الاخرى، وبصفتي مثلت المغرب في التوقيع على هاد الاتفاقيه ديال اللي غادي من خلالها نستافدوا من التجربه ديال هاد المنظمة لو سي دي او في الحكامة في واحد العدد ديال المجالات، باعتبار الوضع المتميز اللي كيعطيو للمغرب مع ثلاثة ديال الدول الأخرى، جوج ديال الدول الأخرى البيرو وكازاخستان. يعني اللي نقدر ننقل لكم بصدق هو أن هاد الناس هادو بصفة عامة وغيرهم، لأنه كتعرفوا باللي الحمد لله في هاد الولاية هادي واحد العدد ديال الاتفاقيات ديال وديال اللجان العليا المشتركة اللي عقدناها مع دول أخرى كقطر وغيرها، يعني أنها الدول كلها تتحترم المغرب وتتقدر المغرب وتتعتبر المغرب اليوم تجربة استثنائية، وكتعتبر المغرب تجربة يعني ديال دولة مستقرة وديال دولة آمنة وديال دولة تستحق الناس يستثمروا فيها ويتعاملوا معها ويتعاونوا معها باش يمشيو بطريقة مشتركة لإفريقيا. وداك الشيء مشرف، مشرف جدا، ولا شك أن للحكومة والأغلبية يعني مساهمة مقدرة في كل هذا. لا يمكن أن يكون كل هذا قد وقع وحده، ولكن كذلك كما قلت لكم فإنه كذلك استمرار لسياسة يعني سابقة. الآن مع ذلك لابد ان تكون هنالك يعني ملاحظات. الاولى الاخوان ديال الفريق الاستقلالي قالوا لي شنو هاد الشيء، هذا راه اللي كيهمهم هما هو القدره على الرد ديال القروض اللي كيسلفونا. اولا بعدا باش يسلفونا تيخصهم يكونوا كيثقوا فينا، وثانيا اذا كان التقدير ديالهم ايجابي لنا باعتبار اننا دوله قادره على ان نرد القروض فهذا شيء جيد جدا، والا سوف يجاملوننا لماذا؟ اما التقارير ديالنا الداخليه فماشي كلها سلبيه، ماشي كلها سوداء، كاين فيها ملاحظات، وحنا راه الصدر ديالنا
يتسع لهذه الملاحظات، ويجب علينا أن نأخذها بعين الاعتبار. إحنا ماشي حكومة جات باش تدافع دائما تقول كل شيء اللي كنديرو أنا مزيان، والوضع تحت الرئاسة ديال هذه الحكومة هذه ممتاز وما فيه أي مناقشة. هذا ماشي صحيح وما فيه أي ملاحظة. إحنا عندنا القدرة الحمد لله نعترفوا بالأمور، الحمد لله سبحانه وتعالى، وننوه بالأمور الجيدة وهي كثيرة، وعندنا بفضل الله سبحانه وتعالى القدرة أن نقول أنه هنالك اختلالات وهنالك ضعف وهنالك تقصير وهنالك حتى فشل في بعض المجالات. ما عندناش مشكل في هذا القبيل. بطبيعة الحال كاين واحد الإشكال ملي كنقولوا هذا الشيء، كاين اللي كيبغي يركب على هذا الشيء ويقول ودي هذه الحكومة ويبدا كيشخشخ فيها. لا، الله يهديكم، شوية ديال المعقول باش نتعلموا كلنا نعترفوا، وإلا الطريقة هذه راهي ما خدامة شيء. وبالمناسبة ما غاديش نمشي انا لعند اسبانيا ونقول لهم ردوا لينا سبتهم ليليا. واش هذه دوله سايبه؟ هذه راه دوله عندها رئيس، الرئيس ديالها هو جلاله الملك. انا ما غنتكلمش في هذا الموضوع الا ما كان جلاله الملك هو اللي قرر باش نتكلم فيه. انا كنعرف باللي اسبانيا عندها مصالح مع المغرب، وباللي هذه المصالح خاصة الدور ديالي هو ندافع على هذه المصالح. واما القضيه ديال سبتهم ليليا راه ما توقفاتش، ولكن غادي يجي الوقت ديالها في الوقت المناسب. والله يرحم الحسن الثاني اللي كان كيقول باللي من اللي غادي يتحل المشكل ديال جبل طارق يتحل المشكل ديال سبته وليليا، من اللي غادي يكون كذا غادي يكون كذا. هذا واحد المنطق، لانه ما نجيوش لسبته وليليا حتى هي نديروا فيها المزايدات. رحنا كنحشموا، خليونا نبقاو كنحشموا. هذه اسبانيا اليوم شريك اقتصادي اساسي، بعض المرات كيتجاوز فرنسا، كيجي هو الاول، وفرنسا كذلك شريك اقتصادي اساسي، وعندهم كل وحدة عندهم مليون ديال المغاربة ولا أكثر، وبيننا وبينهم علاقات، والمغرب في وضعية معينة، واليوم الكونسوليد كيسوي الوضعية ديالو، إذا خصنا نزيدو نقويو هاد الوضعية هادي. والكلام الآن على هادشي ما غيجيب حتى نتيجة، ما غيجيب حتى شي نتيجة. إذا غادي نتكلموا في هادشي في الوقت اللي غيجيب نتيجة، أما إلا ما كانتش غادي تجي نتيجة غير باش نتسماو في الجرائد ديالنا، راه حنا تكلمنا هادي رجلة هادي. إلا ما غاديش نمشي في الموضوع حتى للنهاية بلا ما نبقى نهضر، الا غير الهضره. وكان لا، انا ما جايش لهنا باش نهضر ونتخلص على الهضره، انا جاي باش نخدم البلاد ماشي باش نتخلص على الهضره. المساله الثانيه، ملي كيتكلموا الاخوان على حقوق الانسان، حنا صحيح حنا متفاهمين مع اوروبا وعندنا معهم الوضعيه ديال الشريك المتقدم الى اخره، ولكن رحنا دوله عربيه اسلاميه، ما غاديش نجيو وندخلوا معاهم صباط في كل شيء. داكشي ديالهم راه قلتها لهم ملي تيجيو لعندي، تنقول لهم واش كتذكروا الحسن الثاني الله يرحمه ملي كتجيو كتكلموا معاه على حقوق الانسان، كان ياخذ منهم ويرد عليهم. وهل بهذه الطريقه هذه اليوم انتم كتنعموا في الاستقرار وكتنعموا في الامن والطمانينه؟ لان الحسن الثاني الله يرحمه راه علينا كدوله عربيه اسلاميه عندها خصوصياتها، ما يمكنش تمشي اكثر من القياس. وضربت لهم واحد المثال، ملي كنضربوا لهم كيتاثروا كثيرا، قلت لهم بالله جيتي دفعتي شي واحد شويه كيزيد، بالحق لا دفعتيه بزاف كيطيح، وردوا البال. الا بغيتيو المغرب تبقاو تجيو وتلقاوه دوله امنه ومستقره، خليوه يمشي المسائل ديالو ديال حقوق الانسان على قدر الامكانيات ديالو، على قدر المصالح ديالو، بالتقدير ديالو. حنا ماشي دوله اوروبيه، ما عمرنا نكون اوروبيين، حنا عندنا صفات ومواصفات، عندنا علاقات طيبة، بغينا علاقات طيبة، بغينا التعاون، بغينا كل شيء، ولكن بغينا كذلك نحافظوا على الخصوصية ديالنا. وإذا ما كانش يعني التصارع في هذا الاتجاه هذا حتى نوصلوا البلاد ديالنا الأمور غير محمودة العواقب. وأما الاتفاقيات الدولية، في الأغلبية ديال الاتفاقيات الدولية عندي بطاقة من السيد وزير العدل تيقول لي المغرب صادق حاليا على كافة الاتفاقيات الأساسية لحقوق الإنسان، وصدق على اغلب البروتوكولات. وسمحوا لي الاخوان، وبزاف منكم عندكم السن ديالي، كتعرفوا المغرب كيفاش كان هذه 30 ولا 40 عام على مستوى حقوق الانسان. الانسان اللي قال كلمه، الا كتب شي حاجه في الحيط، الا عقلتيو على هذا الشيء كامل، هذا الشيء كله ما بقاش. عقلتيو على التعذيب، عقلتيو على واحد العدد ديال الامور. راه حنا كنتقدموا وكنتحسنوا، المهم ديالنا هو نستمروا في التقدم والتحسن، ونديروا الديمقراطيه ديالنا اللي مناسبانا واللي بها نقدروا نكونوا دوله متقدمه، وما كيهمش الاخرين شي حاجه اخرى. اللي كيهمهم هو هذا، والا الا الانسان تسرع في هذا الشيء وبدا كيدير امور اللي ماشي هي هذيك، من بعد لا قدر الله كيجي الجواب، ولكن كيجيك الجواب في واحد الوقت متاخر، وياتيك بطريقه لا تجد معها حلا. وها نحن نرى امام اعيننا دولا بالامس القريب كانت تتشدق بحقوق الانسان والتقدميه والاشتراكيه وغيرها من الكلمات،
والبعثية وغيرها، ها هي اليوم شدر مدر، نحن نراها أمام عيوننا. فيخليونا نمشيو بالتي يحسن. الحمد لله أن هذا المغرب كيمشيوه ملوك، الحمد لله معقلين وكيعرفوا واش كيديروا، لأنه راه هذه أمة دي مصائر ديال الشعوب، ماشي قضية ديال نكونوا بخير مع الف... مع مع الفرنساويين ولا مع الإسبان لوقت معين باش نستافدوا من الاستثمار ولا. المهم هو الاستمرارية، أن هذا الشيء هذا يبقى ثابت إن شاء الله الرحمن الرحيم. وهما بنفسهم اليوم هما فرحانين بهذا الشيء اللي كنديروا، وتيجيو كيتنيو على المغرب، ونقول لك بصراحة جايين يتعلموا منه كيفاش يديروا هما في بعض المجالات في الدول ديالهم. إذن آن الأوان أن نرفع رؤوسنا، لأن اليوم ولله الحمد نحن نموذج متميز. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا سيد رئيس الحكومة.